What's up guys؟ اليوم أريد أشوفكم التخفيضات. طبعا للعلم هذا المكان جدا غالي، يعني هذا المكان غالي بنسبة لغير مكانات يكون جدا غالي، لكن جيت مثل ما تشاهدون لقيت العلامات انه خصم 60% وخصم 40% وخصم 50% لكل الشغلات. فهسه احنا مثل ما نشاهد هسه وراي، شوف هاي الشغلات شكو واحدة عليها القائمة الصفراء عليها خصم 50%، بس هم ابو درب. هسه مثل عندكم هاي الفساتين هنا يقولون كانت ب$70، يعني تنقص 50% $35. اوكي، تجي مثلا هذني ذني تقاعد ولا جماعة التقاعد كبار ذني، عندكم هاي الفساتين النسائية الدعاوي الكيدية 3/4 فساتين، عندكم مثل هذا الجينز بناطير جينز نسائية مثل بالصورة $29، والسيال مالتهم بس مكتوب السيال وما اعرف يعني الرقم الصحيح ايش قد. هذا البيكيني، البيكيني دعوة كيدية. فانيويز يعني الموضوع ما بي كل الغراض عليها انخصم 50 إلى 60%. هنا تيشيرتات مال شباب، هذا ب$9 صاير بالسيال، شوفوا الاعلام مالته $9. يعني أنا بالنسبة لي كهيج مكان وهيج أسعار تكون يعني مناسبة، لأن هذا المكان نار جهنم. شوف هسه يقول هنا سياب من 24 إلى 19، هاي البناطير الرجالية. شوف أنا دائما ألبس هيج هدوم، يعني مو هالقد ألبس البطرون اللي شو ما تقولون البطرون الجينز مو هواي. بس عندك هاي التيشيرتات هنا شوف 60%. انا راح اقرا لكم بس الاوريجينال برايس، يعني السعر الاصلي. اوكي سو هاي حامي علي يقول $50. شوفوا مو قلت لكم يعني اخوان بالهدوم لازم تدور اكثر من مكان، يلا انت تحاول تشتري ليش على مود تلقى الارخص مكان. هاي ملابس النسوان، طبعا النسوان هنا أنا ارخص شويه، بس برمودا يقول لي ب$48. تحكي ناطقه هاي بغير مكان عمي، ترى تلقوهن بغير اسعار. انا حاولت اشوفكم فكره انه من تلقى هاي العلامه يعني اكو خصم على البضاعه. هذا هنا تجهيزات اديداس، هنا طبعا هنا الاديداس هو دوم غالي، يقول لك 20% يعني 20% فقط. هنا هذا ب$40، ما تقول لي ب$40 شنو يحكي خو ما يحكي. هاي التنانير والله شنو يا تنوره، والله انا ما اعرف بسوالف النسوان. بطرون قماش بس نص ردن. فاخوان الكرام هذا المكان انا قلت لكم يعني صراحه كلش كلش غالي هذا المكان. ف من تشوف هيك اسعار بهيك مكان يعني انت لاقي فد لقوه، تعرف شلون؟ لان هذا المكان جدا غالي. هاي 40% عندكم هنا، 40% هنا، بس هم اكو شيء صاير لهذا السبب انه اكو هيك اسعار، تعرفوا شلون؟ مثل الشغلات وقف على قلبهم ينزلون السعر. احنا مجرد الفيديو نشوفكم انه ممكن انه تلقى هاي العلامات بهواية من يعني عندك هواية من المحلات هي رخيصة وترخص هيجي. او ماي جاد، يعني تصير عليك الشغله بلاش. شوف هسه هاي مال جهال هنا، هذا كله تجهيزات جهال. خلينا نشوف والله مال جهال بيش. اوكي هسه هذا الشورت مال جهال ب$10، ب$20، يعني يصير ب$10 ويا الخصم. اوكي هنا انا مال البنات، شوف هسه هو المكان هذا ما تجي تاخذ منه بس الطوارئ، شغلات الطوارئ لان شغلته جدا جدا غالية. بس احنا حبينا نشوفكم هنا، يعني مو نقول اصلي 100%، بس هنا الطبقة مالته تختلف. يعني هاي عندنا مال اطفال، ادري ب
خواتنا البنات اللي عندهم اطفال يحبون يتابعون يوتيوبر التجارات. شوف هذا 50%، يعني هذا ب26 يطلع اقسمها للنص، هذن الدعاوي تبان على دعاوي 30 كمان مين 30 دولار بس هنا أنا الاصلي برو، يعني لا غشك ولا معلك اغاتي. خانة كاملة هاي تقريبا بس للاطفال. وخلنا نشوف طبعا اخوان هذا يريد يشتري اثاث ليوصل له بالقرآن، اسمه فريد مايل، هذا ليوصل له برو، لان شغلتهم 56 دولة. شو مقببين الاسعار وعود منزلين. شوف هالساي احذية مال تكرمون، هاي الاحذية النسائية اي اوكي، هذا حلو مثل هذا ب20 دولار، حلو نتقل لي ايش نوعيه ب20 دولار، وماركه هاي البوتينات هنا النسائيه اللي على 19 دولار، وهم عليها انسيال يعني يصير النص السعر. اوكي انت ايش نص السعر، ذاتس جود، كله 50 مثل ما تشاهدون هسه 50 50 50. هنا أنا القنفة هاي ب199، يعني قول 200 200 200، بس هاي تصير تقريبا تصير بثلاثة في اثنين، هذن أربعة قطع، أربعة في اثنين، إذن أربعة في اثنين 800 دولار ذن يصيرن. هذن اللي وراي هم على 800 دولار، خلنا نحسب هلأ هسه هاي 100 150 280، هذا يصير تقريبا ب700 دولار. هذا التخم اوكي، هم اليوم ذولا منزلين، يعني هاي مو اسعارهم الطبيعيه، يعني اسعارهم الطبيعيه شويه يعني مش وايه مال كباب ماكو وتفحم. اخوان الكرام ان شاء الله على الفتره القادمه راح نسوي بث مباشر اسبوعي باليوتيوب، وطبعا هو اول بث لي مباشر باليوتيوب، وراح نجربه احنا ان شاء الله يكون مميز. هذا نانا مياز الطعام، دعاوي الكيدية طبعا كلها عليها خصم، هذا المياز يحكي، تسأل انت شو اسمك يقول لك مياز. واحد اخرى السعر 679، المهم ان انا نايل بصفة. البث راح يكون بقناتنا على اليوتيوب، طبعا البث تجريبي وراح يكون انتوا كتبوا الوقت اللي تردوه، جماعتنا اللي بمصر اللي بالعراق اللي بالجزائر اللي قاعد يتابعون، اختار الوقت اللي تريدوه، وحتى نقدر احنا مثلا نخلي الوقت اللي انت تردوه اتواجد بي. طبعا هاي زولية، هاي نص زولية تنحطوا يلتخم 27 دولار، سعر زين انا بالنسبة لي هنا هيش مكان مو بطالة. شوف هاي الزوالي، هنا تبدي من الزوالي، طبعا المكان فارغ لان المكان ما بيه هواي عالم، لان سعره غالي وتقريبا وقت تعزيلته. وهاي تشوفون دعاوي مال تحط مال جلوبات مال غرفه، هنا انا 69 دولار، ادري شمعه لايت لو شمعه فقر. هاي تبدي من هنا الاثاث الملاعب الجهار اللي ما ادري شنو، وتوصل لل توصل للفواكه. طبعا هذا المكان يعني شوف هسه هنا هاي هنا حتى الاستاندات تعلق بيها مثلا مال هدوم ما ادري شنو، بس ها مو تجي تشتري منه وتقول احمد سعد وراتنا انا جاي اشوفكم، ان الاسعار بالمكان الغالي هيك تكون، بالمكانات الطبيعيه تكون نص الاسعار. اوكي فانت ميز بينك وبين نفسك شنو هو اللي غالي وشنو هو اللي رخيص، لان هسه الفيديو واضح قدامك. شوف 12 هاي مال صابونة، سو بعد نتوجه منه أنا شوية. هذا منه أنا أخوي، أنت شو تسوي؟ والله هذا الدوشة الأصلي، يعني معقولة 59 ها؟
هذا الدوشه ب 59، هذا الدوشه ابو السبرينج لا توصل له ولا تتقرب له، لان ابو السبرينج يعني شهرين هيجي يخرب في الماء، يصير تقوم تقمز وانت نايم، يعني ظهرك ينتهي في الماء. هنا الطاوات، شوف الطاوه هنا ب 17 دولار تلقاها بمكان ب 5 ب 4 دولارات، المكان غالي. شو انتم عندكم فكره انه هاي ب 17 غاليه، تروح تدور على فد شيء ارخص. تحياتنا لكم، لا تنسون كتبونا شو وقت تردون البث يكون على اليوتيوب، البث المباشر راح نجاوب على كل الأسئلة، الهجرة وغير الهجرة. تقبلوا تحياتي، أخوكم أحمد الساعدي من ولاية أيداهو.